خاصة الحكمة على شباب هذا الأشخاص المسنين اللي راهم في المؤسسات عن طريق النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات. هذا المكتب يرافق الأشخاص المسنين سواء في الفئات المعوزة. نحتفي اليوم بمناسبة جامعة بين الخبرة والإبداع لفئة توليها الدولة الجزائرية العناية الخاصة والأولوية عند صياغة السياسة الوطنية والاستراتيجية القطاعية ضمن مخطط عمل الحكومة المجسد لبرنامج السيد رئيس الجمهورية. إن الاحتفال بهذا اليوم يضع نصب أعيننا جميعاً وبكل فخر واحترام مسار طويل لحياة مهنية واجتماعية وإنسانية زاخرة بالعطاء والخبرة والحكمة وحب المشاركة لفئة مهمة لا تتجزأ من المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها ولا عن كفاءتها، فئة كان ولا زال لها الفضل في التطور والرقي بكل معانيه وعلى مختلف الأصعدة. منذ سنوات يعني فيه عامل مشترك مع وزارة التضامن بالتكفل الصحي لهذه الشريحة من المجتمع، وهي حاليا قرابة 5.2 مليون شخص أكثر من 60 سنة فما فوق، والتقديرات يعني في 2040 تلحق حتى 10 ملايين. ولذا هذا فيه استراتيجيات يعني اتخذت لتحسين الوضع الصحي، لأنه ما يصحش باللي الإنسان يكبر وهو عنده أمراض مزمنة. سي ليسبيرونس دو في، يعني أمل في الحياة، اللي هو حاليا 77 سنة.